تم الاختيار. ستوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى هذا الشرح من شبكة الكفيف التقني العراقي، تحياتي لكم. طبعا أنا أعتذر على الانقطاع الطويل في تقديم الشروحات الصوتية، إن شاء الله راح أقدم لكم شرح طلبوا من عندي البعض في طريقة الدخول إلى النانو عن طريق الراوتر، عن طريق الراوتر يعني بدون ما نشيل الكيبل، بدون ما نشيل الكيبل ونروح نخليه بالحاسبة وندخل الآيبيات بالحاسبة وكذا وكذا وكذا. لا، راح ندخل مباشر وطريقة بحيث ما نفصل البراند باند، يعني ما نفصل الانترنت، يعني يكون انترنت وانت تدخل على النانو عادي. طيب طبعا هسه نجي ندخل على الراوتر. طبعا ايبيات الراوتر والنانو انا مبدلها، لكن نجي نحكي على ايبيات الراوتر الافتراضية اذا كانت، اللي هي تكون 192.168.0.1. ايبيات النانو الافتراضية اي نانو كان، نانو ستيشن، نانو بيم، نانو بريدج، اي نانو تكون ايبياته 192.168.1.20. طيب راح ندخل على الراوتر. اوكي، هذا الراوتر راح ادخل يوزر نيم اد باسورد. اوكي، هسه دخلنا على الراوتر، راح نروح على شيء اسمه نتورك. نتورك ندوس حرف ال الفي حتى ينزلنا على القائمة. هون يقول اختار انت ايش تريد، برودباند لو شنو. هسه احنا واقفين على برودباند، زين ننزل بالسهم. هاي اليوزر، secondary connection الاتصال الثانوي، الاتصال الثانوي. نشوف شنو هو الاتصال الثانوي. زر اختياري غير محدد disabled، زر اختياري غير محدد dynamic IP، زر اختياري محدد static IP for dual access قاطع. قل لك disabled dynamic IP و static IP، احنا نختار من هذولا static IP. راح تطلع لنا لي جو وعقل لك IP address. هوني تكتب BIP نانو، بس شنو ركزوا علي لان هاي الشغلة كلش مهمة. IP نانو بس اشني النانو، اتفقنا طبعا انتو راح تشتغلون على هذا المجال وان شاء الله تصلكم الفكرة، لان انا راح اوضحها على الايبيات مالتي. IP نانو يكون 192.168.1.20. هوني نكتب بالاي بي ادرس، نكتب نفس الاي بي 192.168.1. هذا طبعا اذا كان افتراضي دوت مثلا 30 او 40، مو نكتب 20، لا نكتب 30 او 40 50 60 70
أي شيء، بس مو أنه هو هذا الآي بي اللي راح تدخل فيه على النانو، لا، هذا الآي بي راح يكون بالراوتر فقط حتى يعمل لك دخول للنانو. أوكي، وضحت الفكرة. أنا أيضا راح أوضح لكم إياها على الآي بيات مالتي. راح نشوف هسه. تحريري بي تحريري محمي تحريري بإكمال تلقائي 2-0-1-0-5-9. شوفوا هاي الآي بيات. تحريري بإكمال تلقائي 2-0-1-0-5-9. أنا آي بياتي، آي بيات البرج مالتي 20.10.5.4 20.10.5.4. هوني كاتب 20.10.5.9. وضحت الفكرة؟ 20.10.5.9. زين، بعد ايش عندنا الخطوة التالية؟ سبنكت ماسك. بالسبنكت ماسك هاي الاي بيات اللي نكتبها 255.255.255.0 350ات وصفر تفصل بيناتهم الدوت، وهاي هي هاي كل الطريقة. بعدين دوس سيف وخلص. هسه نجي نجرب العملية. راح ادخل على النانو، راح اكتب الاي بيات اللي اتفقتوا معاكم عليها اللي هي 20.10.5.4. هسه طبعا انا عامل سيف للباسورد واليوزر نيم. قر انت دخلنا هاي الاي بيات النانو. سنداخل النانو اعتيادي بدون ما افصل الانترنت وبدون ما اعمل اي شيء. تحياتي وان شاء الله وصلت المعلومة بالشكل المطلوب. الى اللقاء.